المخلفات الحربية في بادية السماوة في محافظة المثنى تمثل خطورة كبيرة على حياة السكان، حيث حصدت الألغام والمخلفات الحربية حياة 18,000 شخص وقعوا بين قتيل وجريح في مدن العراق الجنوبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فكانت حصة المثنى من الحصيلة أكثر من 3,000 ضحية وفق إحصاءات رسمية. الصبح طلعت بالحلال وقعدت، طرحت يدي بالقاع هيك ابي ارتاح، ما ادري فثارت علي لغم. هذا ولدي طلع بالحلال وما يعرف، والقاع كلها ملغومه، هو ما يعرف باللغم هذا الشيء خطر، وهذه هو يقول له ابويا قعدت اريد اقعد بالحلال رتع واريد اقعد، حطيت يدي بالارض وما ارتكيت عليها، يقول انا انفجرت، ما اعرف شنو هذا اللي انفجر علي، هو ما يعرف، ما واعي لي. المسؤولون في المثنى قالوا ان معالجة الالغام في بادية السماوة يفوق قدرات المحافظة، مطالبين الحكومة في بغداد والمنظمات الدولية بإزالة هذا الخطر الذي يحصد ارواح السكان يوميا. طالب كمحافظة وكمواطنين أن الجهات المعنية، رئاسة الوزراء، أمانة رئاسة الوزراء، أن تنظر لهذا الأمر يعني بأهمية، لأنه يهدد أرواح المواطنين. يجب على الحكومة المحلية والمركزية توفير تخصيصات مالية لغرض إنجاز مشاريع إزالة المخلفات الحربية في محافظة المثنى، وأيضا نطلب من يعني المنظمات الدولية تدخل لإزالة هذا الخطر على أبناء محافظة المثنى. ويرى مراقبون أن استمرار غياب الطرق العلمية والحديثة الحكومية في معالجة الألغام يعني استمرار سقوط مزيد من الضحايا، وسط تأكيد مرصد الألغام الأرضية أن العراق من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة، فضلاً عن التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.